بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة أولى إعدادي. نستأنف مع موسى إلى صوفيا دو شاتو نوار. موسى وساحرات القصر الأسود. ثم نستكمل مع جو ديفلوب. كي سون لي بيرسوناج دو سو ريسي؟ ما هي شخصيات هذا النص؟ كي سون لي بيرسوناج دو سو ريسي؟ إذن ماذا يمكن أن نقول؟ إذن لي بيرسوناج دو سو ريسي سون أن جون بارجين ولا موسى، un meunier, la fille du roi appelée Badr, le roi, un nain, Haizaboum, on appelle une sorcière, un monstre, la population d'une ville. Et donc, comme on a dit, les personnages de ce récit sont, un meunier, un jeune berger nommé Moussa, Ra'i Shab, Yusama Moussa, un meunier, At-Tahan, La fille du roi appelée Badr, ibnat al-Malik, التي تسمى بدر, le roi ثم الملك, Anna al-Qazan, Haizaboum, Sahira, on appelle une sorcière, التي تسمى Haizaboum, ou bien Amma, ثم un monstre, ثم الشبح, la population, يعني الأشخاص الذين استقبلوا الأميرة وموسى عند عودتين. إذا نتكلم عن la population d'une ville. إذن ساكنة المدينة. ثم où et quand se déroule l'histoire. Où et quand se déroule l'histoire. أين ومتى حدثت القصة. Où et quand se déroule l'histoire. عندنا الفعل se déroule يعني حدث. الفعل المعبر عن se déroule هي جرى. إذن هنا أين ومتى جرت القصة. نتكلم عن استمرارية حدوث هذه القصة أين ومتى أو إي كون سو ديغو ليستوار أو إي كون سو ديغو ليستوار أين ومتى جرت القصة. إذن في الجواب ليستوار سو ديغو دون زون كونتخي لوانتين أ أون إيبوك أنديتيرميني. ليستوار سو ديغو دون زون كونتخي لوانتين أ أون إيبوك أنديتيرميني. القصة حدثت في منطقة بعيدة في زمان غير محدد. une époque indéterminée. Déterminée يعني أنه محدد. Indéterminée غير محدد. ثم عندنا السؤال الآخر. Relève les informations données sur les personnages et les lieux. Relève les informations données sur les personnages et les lieux. استخرج المعلومات المعطاة. المقصود استخرج المعلومات التي ذكرت sur les personnages حول الشخصيات et les lieux والأماكن حول الأشخاص والأماكن sur les personnages et les lieux حول الشخصيات والأماكن. إذن نذكر المعلومات التي أعطيت حول هاد الشخصيات ثم حول الأماكن التي ذكرت. أولا information sur les personnages. إذا نتكلم عن معلومات حول الشخصيات التي أتت في القصة. أولا معلومات حول الشخصيات الواردة في القصة. أن جون بارجي فو إي كوراجو. إذا ذكرنا الراعي الشاب قلنا عنه بأنه فو إي كوراجو. يعني أنه قوي وشجاع. كي في موديستومون دون زون ميزونيت. الذي يعيش بشكل متواضع في منازلين. ثم عندنا لا في دان غوا بنت الملك. لا في دان غوا بنت مالك كما عندنا هنا كي اتي اونلوفي التي اختطفت اي كون نو سي با باكي والتي لا نعرف بمن. اذا هذه المعلومات التي ذكرت حولها ثم ماذا كون لو بيرج لا تخوف عندما الراعي وجدها ال بورت دي فيتمون سال ايزي. وكما ذكر النص عندما وجدها الراعي كانت تحمل ملابس متسخة ومستعملة. كون لو بيرجي لا تخوف عندما وجدها الراعي كيف وجدها؟ كما ذكر النص إل بورت دي فيتمون سال إيزي. إذا هي كانت تحمل ملابس المقصود أنها كانت تلبس ملابس متسخة ومستعملة. إلي تخي بال. إذا أيضا النص ذكر هذا. إذا من المعلومات الواردة في النص حولها أيضا إلي تخي بال أنها جد جميلة. Elle est très belle. النص هنا يحدثنا عنها فيقول ماذا؟ Elle est très belle. بأنها هي جد جميلة. Elle a des cheveux d'or, des yeux bleus et des joues roses.
إذا النص ذكر عنها هذه المعلومات، ثم ذكر ماذا؟ أنها كي شونت. ثم يذكر النص شخصية أخرى لنا، إذا يقول عنه ماذا؟ أنها كي شونت. إذا هناك قزم كان يغني. ثم يذكر شخصية أخرى أن مونستر افيك اون تيت دو لو، إذا يتكلم عن شبح برأس ذئب وان كور دو شوفال وبجسم حصان. إذا يتكلم النص عن شخصية أخرى اللي هي لو مونستر، يقول عنه ماذا؟ أن مونستر افيك اون تيت دو لو ان كور دو شوفال دو غروند بات افيك دي غريف اسيري اي اون كو اون ريزيد سا فورس اي اون كو اون ريزيد سا فورس. إذا يتكلم لنا عن هذا الشبح فيقول لنا بأنه هو برأس ذئب ثم بجسم حصان ثم عنده قوائم كبيرة بأظافر جد قاطعة ثم عنده ذنب أوهيزيد سا فورس، إذا قوته تكمن في ذنبه. إذا كما ذكر النص بأن قوته تكمن في ذنبه. ثم ماذا قال النص عن هذا الشبح؟ إل ديفون، إل ديفون يعني أنه يدافع عن إن سورسيير إي سون شاتو، يعني أنه يدافع عن الساحرة وحصنها. إذن إل ديفون إن سورسيير إي سون شاتو، إذن هو كان يدافع عن الساحرة وعن حصنها. ثم النص ذكر شخصية أخرى لا سورسيير، إذن يتكلم النص عن إن سورسيير كي سون ميتامورفوز أون شوف سوري، تكلمت الرواية عن ساحرة تتحول إلى وطوات أو إلى خفاش. نتكلم هنا على الفيرب سوميتامورفوزي المقصود به سوترانسفورمي، تحول أو تشكل. إن سورسيير كي سوميتامورفوز أون شوف سوري، تكلمت الرواية عن ساحرة تتحول إلى وطوات أو إلى خفاش. ثم ننتقل إلى انفورماسيون سور لي ليو، نتكلم عن معلومات عن الأماكن. إذن الآن ننتقل إلى الحديث عن الأماكن وما ورد في النص عنها. دون زون كونتخي لوانتان في مكان بعيد، ثم ذكر ماذا؟ اون فيل مدينة، ثم ذكر دي فوري دي شون دي ريفيير، ثم اون غروند مونتان جبل كبير، اون كافيرن كهف، ثم ان شاتو افخيون حصن مخيف، ثم ان بالي، ثم ان بالي يعني قصر، المقصود قصر الملك. ثم في السؤال الرابع كو فولي فار لو بيرجي بوركوا، كو فولي فار لو بيرجي بوركوا، ماذا كان يريد ان يفعل الراعي ولماذا؟ كو فولي فار لو بيرجي بوركوا. طبعا يمكن ان تكون هناك عده اجوبه، منها مثلا لو بيرجي فولي روتروفي لا برينسيس بور توشي لا غروند ريكومبونس بروميز بار لو روا سون بير. لو بيرجي فولي روتروفي لا برينسيس، اذا الراعي كان يريد ايجاد الأميرة pour toucher la grande récompense لكي يربح. هنا عندنا كما نقول ليصل أو ليمس، المقصود أنه ليربح pour toucher la grande récompense لكي يربح المكافأة الكبيرة promise الموعودة، نتكلم على الverb promettre يعني أنك تعد شخصا ومنها la promesse يعني الوعد. إذا promise الموعودة par le roi يعني أن الملك وعد كل شخص يجد الأميرة سيأخذ مكافأة كبيرة. الملك وعد بأنه سيعطي كل شخص وجد ابنته الأميرة مكافأة كبيرة. إذا فهاد المكافأة فهي موعودة. إذا نتكلم على la grande récompense promise par le roi. promise par le roi. إذا نتكلم على المكافأة الكبيرة الموعودة من طرف الملك. son père أبوه أو أباها. طبعا في حالتنا هنا نتكلم عن الأميرة، إذا فهو أباها. إذا لو بيرجي فولي روتروفي لا برينسيس بور توشي لا غروند ريكومبونس بروميز بار لو روا سون بير. إذا الراعي أراد أن يربح المكافأة الكبيرة الموعودة بأبيها الموعودة بالملك أباها. ثم في السؤال الخامس كيل اوبستاكل أتيل رونكونتخي، أي عراقيل هو التقى؟ كيل اوبستاكل اتيل رونكونتخي، اي عراقيل هو التقى؟ ما هي العراقيل التي واجهها موسى؟ ثم كيلا ايدي الي فانكر،
من الذي ساعده على الفوز عليها، على الفوز على هذه العراقيل؟ كي لا ايدي اني فانكر، من الذي، طبعا عندنا لوفار فانكر يعني انك تفوز على شخص او تربح شخصا، كي لا ايدي، كي لا ايدي من حيث الاصل تتعني من الذي ساعده او من الذي ساعدها. طبعا في حالة قصتنا من الذي ساعده، نتكلم عن موسى، كي لا ايدي الي فانكر، من الذي ساعده على ربحها والفوز عليها والانتصار على هذه العراقيل؟ من الذي ساعده لكي ينتصر على هذه العراقيل؟ إذن في الجواب il a rencontré deux obstacles. إذن هو التقى عرقلتين. il a rencontré deux obstacles. هو واجه عرقلتين. le monstre et la sorcière. إذن هو التقى الشبح ثم الساحرة. celui qui l'a aidé. إلنا celui qui l'a aidé. الذي ساعده إلنا هو القزم. puisque celui-ci مادام هذا الأخير lui a offert يعني أنه منحه. c'est le verbe offrir يعني منح. lui a offert يعني أنه منحه une épée magique يعني أنه منحه سيفا عجيبا أو سحريا qui va lui permettre de tuer le monstre et la sorcière. qui va lui permettre الذي سيمكنه. le verbe permettre يعني أنك تسمح به أو تمكن من. إذن هذا السيف va lui permettre يعني أنه سيمكنه أو سيسمح له بي de tuer le monstre et la sorcière. إذن le berger a rencontré deux obstacles, le monstre et la sorcière. celui qui l'a aidé est le nain, puisque celui-ci lui a offert une épée magique. une épée magique qui va lui permettre de tuer le monstre et la sorcière. il a rencontré deux obstacles, هو التقى عرقلتين، لو مونستر إلى سورسيير، التقى الشبح والتقى الساحرة، سلوي كلا إيدي، الذي ساعده، سلوي كلا إيدي، الذي ساعده، إلنا، هو القزم، ويسكو سلوي سي مادام هذا الأخير، لوي أ أوفار، يعني أنه منحه، إن إيبي ماجيك، منحه سيفا سحريا، كيفالو بيرماتر، الذي سيمكنه، de tuer le monstre et la sorcière. من قتل الشبح والساحرة. السؤال السادس comment se termine le récit? comment se termine le récit? كيف تنتهي الرواية؟ المقصود كيف انتهت الرواية؟ يمكن أن نقول le récit se termine bien puisque le berger épouse la princesse. إذن الرواية انتهت بشكل جيد puisque le berger مدام الراعي épouse la princesse. le récit se termine bien puisque le berger épouse la princesse. إذن الرواية انتهت بشكل جيد مادام الراعي تزوج الأميرة. مادام أن الراعي تزوج الأميرة. ثم complète le tableau suivant. أتمم الجدول التالي. إذن كما تلاحظوا بأن الجدول يقسم إلى عدة أعمدة. أول عمود عندنا la situation initiale. la situation initiale. الحالة الأولى. ثم l'événement perturbateur. إذن l'événement perturbateur. ثم كما نتكلم عن الحادثة المزعجة. الحادثة المزعجة. يعني واحد الحادثة تتبرزط. إذن نتكلم عن لوفان perturbé. perturbé يعني أنك تزعجه. تخلق تشويشا وإزعاجا يعني أنك تخلق تشويشا وإزعاجا. إذا نتكلم عن l'événement perturbateur كما نتكلم عن حادث مشوش ومزعج كي كوز لو شونجمون الذي يسبب التغيير الذي يسبب تغيرا. مثلا المجتمع يعيش بشكل هادئ فإذا بعنصرين يتدخل ويغير هذا المسار فيصبح هذا المجتمع يجري من أجل إنقاذ شخص كما عندنا هنا أو من أجل مواجهة حادث ما. إذا نتكلم عن لغانو perturbateur. إذا نتكلم عن عنصر كما نقول أو حادث مشوش مزعج يتدخل في مسار قصة تحكي حياة معينة مثلا. ثم لي بيريبيتي. rencontre épreuve. ثم لي بيريبيتي
La péripétie مقصود بها changement subi dans la situation du héros d'un roman. Changement subi dans la situation du héros d'un roman. إذا نتكلم عن تغير يحدث في حالة بطل قصة. تكون عندنا واحد البطل في واحد القصة تحكي عنه القصة، تقدم القصة بشكل معتاد، ثم يحدث تغير في حياة البطل. إذا هذا التغير يسمى لا بيريبيتي. أو نتكلم عن سيركونستانس بارتيكولير دان في جينيرال كي أمان كيلكو شونجمون. إذا نتكلم عن سيركونستانس بارتيكولير، إذا نتكلم عن ظروف خاصة دان في لحادث جينيرال عام، دان في جينيرال لحادث عام كي أمان الذي يؤدي كيلكو شونجمون إلى بعض التغيرات. إذا نتكلم عن ظروف خاصة تؤدي إلى تغيرات ما في حادث ما. إذا نتكلم عن ظروف خاصة تؤدي إلى تغيرات في حادث ما. إذا نتكلم عن بيريبيتي. إذا التغيرات التي تحدث نسميها بيريبيتي. طبعا نتكلم على الفيرب رونكونتخي ومنها رونكونتخ يعني التقاء. إذا نتكلم عن رونكونتخ، رونكونتخي يعني التقاء. طبعا رونكونتخ لقاء، ولكن ممكن أنها تعني كما عندنا في القصة اصطدام، قتال، مبارزة. إذن يمكن أن نسميها rencontre. إذن rencontre تعني لقاء، كما نعرف من فعل rencontre يعني التقى، ولكن ممكن أن تعني اصطدام، قتال، مبارزة. طبعا هذه الصراعات هي نتيجة اختطاف ابنة الملك التي تسمى بدر. ثم عندنا épreuve. épreuve المقصود بها اختبار، ولكن تعني أيضا امتحان، تعني أيضا ألم. نتكلم عن إبخوذ بهذا المعنى، نتكلم عن تجربة، نتكلم عن محنة، ونتكلم عن ألم. هنا طبعا عندنا رونكونتر إبخوذ في الجمع. إذا نتكلم عن صراعات، اصطدامات، قتالات، ثم نتكلم عن محن وألم. طبعا هذه الأمور حدثت بعد تدخل ليفينمو بيرتورباتور. هاد الأمور طرأت بعد ليفينمون بيرتورباتور اللي هو اختطاف الأميرة. هذا هو الحادث الذي أدى إلى التغير، وإلا في المجتمع كان سيبقى على ما كان عليه. ثم في الخانة ما قبل الأخير عندنا لا ريزوليسيون دو بروبليم. طبعا نتكلم على الفيرب ريزودر يعني أنك تحل مسألة أو مشكلة. لا ريزوليسيون يعني حل مشكلة. لا ريزوليسيون دو بروبليم حل المشكل. دينومو، دينومو هذه عكس نومو. نتكلم عن الفيرب نوي يعني أنك تعقد، دينوي يعني أنك تحل عقدة. نتكلم هنا عن دينومو يعني حل العقدة. حل العقدة هي فقط عبارة مجازية المقصود بها إعادة الأميرة. إعادة الأميرة هو حل العقدة أو حل المشكلة الموجودة. ثم في الحالة الأخيرة لا سيتياسيون فينال، الحالة النهائية. في بداية الجدول كما نرى عندنا لا سيتياسيون إنيسيال، ثم في النهاية عندنا لا سيتياسيون فينال، الحالة البدائية ثم الحالة النهائية. إذن طبعا هذا الجدول يمثل النص الذي رأينا. إذا قارنا بين الجدول والنص، إذن لا سيتياسيون إنيسيال دون زان باي لوانتان، إذا ممكن أننا نضع في بلد بعيد. أن جون بيرجي موسى فا على فيل بور فير دي زاشا. طبعا في ليفينمون بيرتورباتور، إذا ماذا يمكن أن نضع؟ إذا سنضع لا في دي روا دي بيي بدر أيتي أونلوفي أون نو سي با بار كي. ثم لي بيريبيتي، إذا ماذا سنضع؟ ممكن أن نضع موسى رونكونتر أمونيي كي لويني أو كورون دو ليفينمون. إذا موسى يلتقي طحانا كيلويني الذي يضعه أو كورون، يعني أنه يضعه على الخط دو ليفينمون، على خط الحدث. إيل ديسيد ألوغ دو روتخوفي لا في دو روا، إذا هو قرر إيجاد بنت الملك. إيل رونكونتر أونسويت أنه، ثم التقى فيما بعد ذلك قزمان كيلويوفر إن إيبي ماجيك الذي منحه سيفا سحريا. دو زيبخوف أطوند موسى، إذن هناك محنتين تنتظران موسى، هناك امتحانان ينتظران موسى.
Affronter le monstre et la sorcière. Affronter le monstre et la sorcière. Deux épreuves attendent Moussa. Imtihanan ou mihnatan tantadiran Moussa. Awel mihna, affronter le monstre. La première épreuve, affronter le monstre, an yuwajiha ou yataghallaba ala al-shabah. Et la deuxième épreuve, affronter la sorcière, an yuwajiha ou yataghallaba ala al-sahira. Thumma fi la résolution du problème, hal al-mushkil, le dynamo. Idan Moussa avec son épée magique, tue le monstre et la sorcière. Idan l'hal kan fa qatl al-shabah wa qatl al-sahira. Moussa avec son épée magique, Moussa bisayfi al-sahri, tue le monstre et la sorcière. يقتل الشبح ويقتل الساحرة. ثم في آخر الجدول لا سيتياسون فينال الحالة الأخيرة لا سيتياسون فينال موسى يبوز بدر أي تو دو فيف أوغو. إذا موسى يتزوج بدر ثم الاثنان يعيشان سعيدان. نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.